بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة التاسعة. أنا من ضمن مجموعة كلفنا بمهمة رسمية، وكانت هذه المهمة مؤقتة، واقتضت ظروف العمل الجمع والقصر أحيانا كثيرة، وقد مضى الآن علينا في هذه المهمة ما يقارب شهرا ونصف، ونحن مستمرين على حالتنا هذه، مع العلم أننا لا نعلم المدة التي سوف نمكثها في هذه المهمة، وأيضا لم نتمكن من أداء صلاة الجمعة طيلة هذه المدة، مع العلم أن العدد الذي يجب أن تقام به الصلاة كاف. أفيدونا، هل نعتبر في هذه المدة مسافرين وينطبق علينا حكم المسافر أم لا؟ وإذا بقينا مدة طويلة هل يجوز بقاؤنا على حالتنا هذه؟ أفيدونا في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فالجواب أنه إذا كان قضاء هذه المهمة التي أشرت إليها خارج بلدكم مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر، وأنتم لا تعلمون متى تنتهي، ولم تنو إقامة أكثر من 4 أيام، فلا بأس أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين. أما الجمع بين الصلاتين فلا ينبغي لكم، لأنكم لستم في حالة سير، بل أنتم في حال استقرار، فلا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير. أما المسافر النازل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، هذا هو السنة. أما صلاة الجمعة فلا تجب عليكم في هذه الحالة التي ذكرنا، إذا كنتم لا تدرون متى تنتهي مهمتكم، ولم تنو إقامة أكثر من 4 أيام، إنها لا تلزمكم صلاة الجمعة لأنكم مسافرون. لكن إذا أقيمت قريبا من محل عملكم في البلد، فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين ولا تنعزلوا، ولتحصلوا على الثواب. وإذا نويتم إقامة أكثر من 4 أيام، أو تعلمون أن المهمة لا تنتهي قبل 4 أيام، فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة 4، ولا يجوز لكم الجمع، لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة وأنتم مقيمون. هذا سؤال من المستمع عبد الله إبراهيم دارج المالكي من مكة المكرمة، يقول: نحن 6 إخوة لأب، 3 كبار و3 صغار، وقد توفي والدنا وترك أرضا زراعية، وبعد وفاته ب3 أشهر توفي أحد إخوتي الصغار، وبقينا نحن الصغار 2. فلما كبرنا وسألنا عن تركة والدنا وجدنا هذه الأرض الزراعية مقسمة بيننا، ولكنها قسمة غير عادلة، فقد وجدنا زيادة عند 2 من إخواننا الكبار، وحينما سألناهما عن هذه الزيادة من أين نشأت أفاد أنهما اشترياها من كسبهما وليس لنا شيء في ذلك، ثم طالبنا بنصيب أخينا الصغير المتوفى والذي هو شقيقنا لكي نضمه إلى حصتنا، ولكنهم رفضوا بحجة أنه ليس له حق لكونه متوفى، علما أنه لم يمت إلا بعد قسمة والدنا للأرض وبعد وفاة والدنا. فماذا ترون في هذين الموضوعين؟ أولا الزيادة في حصتهما، وثانيا منعهما إعطاءنا نصيب أخينا الصغير المتوفى بعد والدنا. هذه المسألة فيها خصومة بين طرفين، فأنت تدعي هذه الدعوة ولإخوتك إجابة عنها كما ذكرت، فلا بد من الرجوع إلى القاضي ليدرس هذه القضية بحضرة الطرفين وسماع حجة كل منهما، وبعد ذلك يتبين له الحق إن شاء الله تعالى. الله أعلم. هذا السائل إبراهيم محمد، يمني الجنسية، مقيم بصبية، يقول: رجل هجر زوجته مدة 2 سنين، لم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها، ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة وشديدة، فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله، فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيء المؤلم؟ لا شك أن للزوجة حقوقا على زوجها يجب عليه أداؤها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنسائكم عليكم حقا. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئا من حقها إلا بمبرر شرعي، كما إذا كانت ناشزا. وما ذكرته من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة
وحرمانها من حقوقها هذا ظلم لا يجوز له. إذا صح ما ذكرت وكان ذلك بدون مبرر شرعي فإنه لا يجوز له وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي لها حقها وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها. وكذلك لأولاده عليه حقوق، لا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم. مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم إن ذلك لا يسقط حقهم عليه. على كل حال القضية قضية مهمة، ولا يجوز له أن يظلمها أو أن يظلم أولاده، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى صوابه، فإذا لم يحصل ذلك فلا بد من رفع شأنه إلى ولي الأمر للأخذ على يده. الله تعالى أعلم. هل لهذه الزوجة الحق في مطالبته بالإنفاق عليها في السنتين الماضيتين إذا لم تسمح؟ نعم، لها المطالبة بذلك إلا إذا كانت قد تسببت في قطع النفقة، يعني كما لو نشزت عنه أو عصته في شيء نعم يجب عليها له، هذا يحتاج إلى نظر ودراسة للقضية من الطرفين. نعم، جزاكم الله خيرا.